متأكد إنها بتكون حلقة دسمة ثرية بالمعلومات وبتشد ذهن المتابع. وعشان أبدع أكثر بالكتابة بحط نفسي تحت تأثير الشعور الحقيقي للمحارب أو القناص، وأعرف المكان المثالي لتجربة مثالية. نادي الظفرة للرماية، الوجهة المثالية الأولى لمحبي رياضة الرماية والرياضة بشكل عام. تأسس النادي عام 2013 وتم افتتاحه عام 2017 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. تعال واختبر شجاعتك ومهارتك وقوة تركيزك مع مختلف أنواع الأسلحة في أفضل مكان مجهز وآمن للرماية. البولينج رياضة تعتمد على التواصل البصري والعضلي وتنمية التفكير والتركيز. Thank you.
تعد رياضة السباحة من أهم الرياضات، والسباحة تجمع بين اللياقة وتحسين التنفس وكسر حاجز الخوف لبناء شخصية قوية. البلياردو 15 كرة وعصا كافيين لخلق أجواء المنافسة والمتعة وزيادة القدرة الذهنية. ليزر تاك، هني بتحس انك في مواجهة خصمك، وهني بتتعلم كيف توجه خصمك بذكاء وهدوء وحضور ذهني عالي. لعبة الرماية باستخدام القوس والسهم هي مهارة تنافسية تطور قوة الإرادة عند اللاعب وتعود على تنظيم الوقت والصبر والاهتمام بالتفاصيل. بدأت مع الإنسان بهدف البقاء واستمرت كرياضة تمارس. أبداً ما نستغرب إنها من ضمن الرياضات اللي اهتم بها نادي الظفرة للرماية. جيب لي هايبرد الجديدة 2021، السيارة الهجينة الأولى في تاريخ مازيراتي. توفر محركات L4 في جيب لي هايبرد قوة جبارة حتى 330 حصان، وعزم دوران يعادل 450 نيوتن متر، وسرعتها القصوى التي تبلغ 255 كيلو متر في الساعة. تعكس جيب لي هايبرد أصالة وأناقة مازيراتي من حيث التصميم الإيطالي المميز والفخم بأدق التفاصيل الخارجية والداخلية. اهتمام القيادة الرشيدة بالمنشآت الرياضية غير مستغرب، فحكومتنا الرشيدة وضعت مصلحة الإنسان على رأس اهتماماتها، والرياضة تنمي في الإنسان التنافس الشريف وسرعة البديهة وتوسع آفاقه ومداركه.